السلام عليكم، اهلا بيكم. انا محمد عليوه، اهلا بيكم مع فيديو جديد وبطريقه مختلفه ان شاء الله. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم ازاي انك تنجح في يوتيوب. في البدايه مش عايز اي حد يفهمني غلط، انا مش عامل فيديو زي ده لا نوع من انواع التباهي ولا نوع من انواع الفشخره، لان انا مش بحب كل الكلام الفاضي ده تماما. كل الفكره ان انا سعيد جدا ان انا تخطيت ال 4000 ساعه مشاهده وكمان تخطيت ال 1000 مشترك، وكالعاده مش حابب ان انا اكون سعيد لوحدي، سعيد جدا وسعيد بكل الناس اللي دعمتني والناس اللي وقفت معايا من البدايه. وزي ما كنا مع بعض من البدايه، انا مش حابب ان انا دلوقتي اكون لوحدي، يعني متطلع ان انا اعرف ناس تانيين وان انا اشوف متابعين جداد وان انا اشوف عدد اكبر جدا من الناس، بس برضو الناس اللي كانت معايا من البدايه وطول المده اللي فاتت، مده الاربع شهور من اول ما بدات القناه، حابب ان احنا نفضل مع بعض ونكون كلنا ايد واحده زي ما كنا مع بعض. في الفيديو ده حابب اوجه رساله لكل الناس اللي بتبدا على اليوتيوب، واعرفهم يبداوا منين وايه احسن حاجه والحاجات اللي ما يعملوهاش والحاجات اللي هتعطلهم والحاجات اللي هتساعدهم. يعني بمعنى ادق، الفيديو ده هيكون فيه كميه محترمه جدا من المعلومات هتساعدك انك توصل باسرع طريقه، وكنوع من انواع العرفان بالجميل وتقديرا لاصحابي والناس اللي دعمتني جدا. انا كنت بعمل فيديوهات وحشه جدا، يعني انا نفسي لما كنت اسمع الفيديو تاني مره كنت ممكن اوصل لمراحل ان انا مش بكمل الفيديو، لان انا بشوف فيه اخطاء كتير جدا. ودايما لما كنت بطور في نفسي واشوف فيديوهات تانية، يعني دايما لما كنت اشوف فيديو تاني واطور من نفسي، كنت بعرف الاخطاء والحاجات اللي موجوده في الفيديوهات دي. الناس دي كانت بتدعمني جدا ودايما كانت تقول لي كويس استمري عليه، دايما الناس دي كانت واقفه جنبي وكانت بتديني دفعه قويه جدا. من خلال الفيديو ده حابب ان انا اوجه الشكر للجميع وجميع الناس اللي دعمتني، وطبعا في الوصف بتاع الفيديو ده هكتب روابط لقنوات كل الناس المحترمه اللي انا عارفها من البدايه والناس اللي كانت موجوده جنبي واقفه جنبي من البدايه. لو انت كنت من متابعيني هتلاقي الرابط بتاعك في الوصف بتاع الفيديو ده، ولو انت اول مره تتابعني لازم تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو. ودلوقتي بقى هننتقل للجزء الاهم من الفيديو بتاع النهارده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل المهم، ازاي تنجح على يوتيوب. عشان نكون متفقين ان يوتيوب ده اعظم منصه فيديو موجوده في العالم، ده امر مهم جدا لازم تكون عارف كويس. يبقى انت عايش هنسميها في غابه من الفيديوهات، كويس جدا، يبقى لازم تستغل كل حاجه في حياتك وتحولها لفيديو. يعني انا يوم ما قررت ان انا ابدا في يوتيوب وبدات ومسكت ورقه وقلم انا هبدا في يوتيوب، اول حاجه فكرت فيها اليوتيوب يعني مشاهدات يعني سبسكرايبر. بدات ان انا افكر ازاي اجيب مشاهدات لفيديوهاتي. هنا تطلعت لحاجه مهمه جدا اغلب الناس بيغفلها او مش بيفكر فيها او بيقول انها مش مهمه، وهي الوصف والكلمات المفتاحيه والعنوان والحاجات دي كلها. بدات ان انا اشوف كميه كبيره جدا من الفيديوهات، يعني كلام فاضي كله يتكلم يقول لك هديك معلومه هديك معلومه، المعلومه المهمه في اخر الفيديو. انت اصلا بتفتح الفيديو بيقول لك ان المعلومه المهمه في اخر الفيديو في سبيل انك تنتظر تسمع الفيديو للاخر. كنت باجي على نفسي وبسمع الفيديوهات كلها وبكملها للاخر في سبيل ان انا اوصل للمعلومه، وبعد شويه طلعت ان انا ابص على المحتوى الاجنبي والناس المحترمه اللي بقيت اثق في كلامها في المحتوى العربي. كان ليا اصحاب كتير، ناس كتير بتسالني في حاجات، فكنت دايما لحد يسالني في حاجه مش يعني بجاوبه عليها بس عشان خاطر اوضحها له اكتر، بحب ان انا احولها له الفيديو. ومن هنا بدات الحكايه. عملت اول فيديو ليا عن زياده المشاهدات وشرحت فيه كل حاجه، ازاي تحط الكلمات المفتاحيه وازاي تعمل وصف والحاجات دي كلها. طبعا الفيديو كان فيه كميه اخطاء كبيره جدا في التصوير، يعني الفيديو كيوتيوب كان كويس جدا، على الناحيه الثانيه التصوير المونتاج الحاجات دي كلها كان فيه كميه اخطاء رهيبه جدا، بس كم المعلومات اللي كان موجود فيه كان بيخلي الناس تتغاضى عن اخطاء التصوير في سبيل انها توصل للمعلومات المهمه اللي كانت في الفيديو. ناس كتير جدا اتفرجت على الفيديو وناس كتير استفادت منه، وافدت ناس كتير جدا من صحابي اللي كنت دايما بنتواصل مع بعض كويس. في المرحلة دي أدركت تماما إن أنا عندي مشكلة في التصوير ومشكلة في الفيديوهات والنظر للكاميرا والصوت والحاجات دي كلها، بدأت إن أنا أطلع من حيز اليوتيوب وأدور على الحاجات التانية دي كلها وأتعلم عليها. وهنا بدأت حكايتي مع برامج المونتاج، بدأت أتعلم أشوف أسهل البرامج، جربت برامج كتير في المورا، كيمتازيا، سوني فيجاس، الأدوبي بريمير، الحاجات دي كلها جربتها ومشيت عليها واحدة واحدة. كل برنامج كنت بتعلمه وأشوف له فيديوهات وأتدرب عليه يوم واتنين، بعد شوية ألاقي ناس تسألني طب أنت بتمنتج بإيه؟ وهنا تحولت من ان انا اشرح بس يوتيوب ان انا اشرح برامج مونتاج، وشرحت برامج كتير جدا والناس استفادت منها ووصلت المعلومه لعدد كبير من الناس. وهنا ادركت تماما انك اي حاجه ممكن تتعلمها وتدركها كويس قادر انك تعلمها لاي حد، ومن هنا تعتبر بدات الحكايه في ان انا اوصل معلومه للناس وان انا الاقي ناس تتابعني. يعني شرحت كيمتازيا، طلب مني شخص محترم جدا اسمه عبد الرحمن ان انا اشرح برنامج تاني اسمه سوني فيجاس. دخلت على البرنامج التاني، انا مش يعني كنت شايف ان كيمتازيا بتدي الاغراض، لما شفت البرنامج حسيت ان في حاجات كتير جدا انا ما كنتش اعرفها. وهنا طبعا تطلعت ان انا انتقل للحقبه الشهيره من برامج المونتاج والتصوير والفوتوغراف والحاجات دي كلها، وهي برامج ادوبي. يعني حرفيا انا وفي خلال اربع شهور كنت بفتح الكمبيوتر، يعني تقريبا انا الكمبيوتر بتاعي اشتريته من سنه 8/2/2000
و18 كنت اشتريت الكمبيوتر ده. 8/2/2019 قررت ان انا مش هعمل جيمنج على الكمبيوتر. انا كنت شاري الكمبيوتر كنت ولع بالجيمنج، يعني ممكن اقول لك عديت سنه خدت فيها حوالي 10 بطولات دوري ابطال اوروبا مع ليفربول. كنت احب العب جدا بيس، كنت العب ماستر ليج والعب بيس لايت والحاجات دي كلها، واساسن كريد الالعاب اللي انا كنت قادر ان انا العبها. يعني جاء حد من صحابي حد من قرايبي لعبنا مع بعض بيس، بقيت لوحدي العب اساسن كريد والالعاب دي كلها او كول اوف ديوتي. يعني كنت واعي جدا بالالعاب والجيمنج. بس لما دخلت مجال اليوتيوب حسيت ان انا كنت بضيع وقت كتير جدا وكميه كبيره جدا وضخمه من الوقت. خلصت العاب كتير وقفلتها بعد سنه لما جيت كده قعدت مع نفسي وشفت انا عملت ايه في السنه دي، لقيتني ما عملتش اي حاجه لان الحاجات اللي انا عملتها كلها ولا تذكر، يعني ما حدش واخد باله منها. انا حاجه بعديها يعني معنى دك الالعاب دي ممكن تكون شهوه زي اي شهوه من شهوات الدنيا، زي انت حاجه انت بتعملها وتستمتع بيها، حلوه ومميزه وجميله بس ما ينفعش تكون هي كل حيز حياتك. انا مش بقول كده عشان اوجه الكلام ده للناس انها ما تلعبش، لا انا بلعب لما يجي اصحابي ولما يجي قرايبي والناس العزيز عليا بنلعب بيه ساعه اتنين عادي مفيش مشكله. لازم يكون في فصلان ما بين شغل وما بين لعب، بس انك تضيع حياتك كلها في اللعب امر صعب جدا. بعد كده بدات ان انا اشرح برامج مونتاج وان انا اوصلها للناس وان انا اعرفهم كل حاجه. ناس كتير جدا استفادت من المونتاج، وناس كتير جدا بعد كده لما لقيتني بصور مع اول فيديو صورته ما كانش عندي الشجاعه ان انا اطلع بالطريقه اللي انا طالع بها دي دلوقتي. ازاي يعني؟ ما كنتش عارف اعمل ايه، خايف من الخلفيه اللي ورايا، دايما عايز اعدل فيها، دايما عايز افكر فيها، دايما حابب ان انا اغيرها. امور كتير جدا كانت شغله بالي وتفكيري. ولكن لما طلعت وتعلمت بقى الكروما، هنا بقى اتطرقت ان انا اشتري كروما. طبعا انا ما اشتريتش كروما لحد الان، انا شغال على مجرد قماشه خضراء وعملت فيديوهات كتير جدا. يعني انا كل حاجه بتعلمها بقيت حابب ان انا اشاركها مع الناس بحيث الناس كلها تستفيد وتوصل اللي هي عايزاه. هعرفك ملخص الحكايه كلها وازاي انك توصل لهدفك بمعنى ادق. ازاي يعني؟ الحاجات اللي ساعدتني جدا في المونتاج والتصوير الكروما، ومن الحاجات اللي اديتها اكبر من حجمها الكاميرا. ازاي يعني؟ كنت متطلع جدا ان انا اشتري كاميرا، بس انا كان ليا الحق في ده لان انا ما كانش عندي موبايل، الموبايل اللي عندي كان مكسور. فيعني لو عملنا الحسبه حسبه برما بمعنى ادق، يا تشتري كاميرا يا تشتري موبايل، فانا اضطريت ان انا اشتري كاميرا. انا فخور جدا بالكاميرا اللي انا اشتريتها وهي الكانون 200 دي. الكاميرا مميزه جدا وبتساعدني جدا في الفوكس وضبط حاجات كتير جدا. بس نصيحه لوجه الله، لو انت معاك موبايل كويس استغل الاضاءه. ولو رحنا للإضاءة تلاقيني عملت فيديو شرحت لك الإضاءة اللي أنا اشتغلت بيها واللي ما زلت شغال بيها حتى الآن. يعني كل حاجة أنا بعملها في القناة دي بتلاقيني مشاركها. هتلاقي على القناة قائمة تشغيل عن اليوتيوب وأسرار اليوتيوب، هعلمك كل حاجة بالتفصيل المهمين من أول عنوان لكلمات مفتاحية لسيو ولكل حاجة. وهقولك دلوقتي كمان إن الحاجات اللي فرقت جدا في القناة وفرقت جدا في تطور القناة. بس أهم حاجة لازم نكون متفقين إن أنت داخل مجال اليوتيوب ما ينفعش إنك توقف. إزاي يعني؟ اليوتيوب ده مجال الفيديوهات، واليوتيوب دايما بيكون سعيد بيك لما بترفع فيديوهات بجودة كويسة. فانت دايما حاول انك ترفع فيديوهات بغض النظر عن المشاهدات وبغض النظر عن الحاجات دي كلها، هساعدك فيها جدا انك توصل لمشاهدات كويسه ومشاهدات محترمه. يعني بمعنى ادق المشاهدات دي كلها قايمه على مساله ذكاء، لازم تستغل ذكائك في نقاط معينه. الناس لو شافت القناه عندي هتلاقي القناه اتجهت في اتجاهين مختلفين جدا عن بعض، اتجهت في اتجاه الماتشات والمباريات والحاجات دي كلها، واتجهت في اتجاهات المونتاج والتصوير والحاجات دي كلها. وهنا هنرجع لدور حاجة مهمة جدا ما ينفعش انك تغفلها وانك تسيب حقها، وهي التحليلات او الاناليتكس. الحاجة دي لازم تركز فيها جدا على الاقل خالص يوم في الاسبوع عدي فيه ساعة او اتنين تأمل في الاناليتكس، تأمل فيها وشوف الفيديوهات، شوف الناس عايزة ايه، شوف الناس حابة ايه، شوف الناس مش حابة ايه. طبعا ناهيك على انك لازم ترد على الناس في الكومنتات، لازم تجاوب على الناس. الناس لما بتلاقي الشخص اللي قدام منها بتجاوب معاها وبرد عليها وبتفاعل معاها تكون سعيدة جدا. التحليلات دي عرفتني حاجتين مهمين جدا في البداية. عرفتني ان الناس دايما الناس اللي بتدور على حاجة تخص الماتشات والمباريات والمواقع، ايا كان موقع العاب ماتشات مباريات، اي حد بيستهدف المجال ده دايما مش بيكون شاغل باله بالكلام اللي انت بتتكلمه، هو بيكون فاهمه جدا وعارفه جدا. يعني انت بتتكلم عن ماتش معين، هو كل غرضه الاساسي انه بيدخل ياخد الرابط، ولو يعني اتعطف عليك بيعمل لك لايك ويطير بمعنى الكلمة. طيب مين بقى اللي هيسمعك وهيطول في الفيديو وهتلاقي مدة المشاهدة بتزيد معاك والفيديو يعني لما تدخل في الاناليتكس عندي في القناة تلاقي فيديو جايب مثلا 1000 مشاهدة مديك 400 دقيقة، وفيديو جايب 20 مشاهدة مديك 400 دقيقة. هنا تعرف الفرق. ازاي؟ الفيديوهات التعليمية، الفيديوهات اللي الشخص اللي بيتفرج عليها حابب انه يتعلم وحابب انه يسمعك وحابب انه يشوف الفيديو لآخر، دايما بيكون مركز ومديك التركيز، ويعني بمعنى ادق لو وقف حته معين من الفيديو بيجي يكمله، وغالبا كمان ممكن تلاقيه بيراجع الفيديو. فالنوع ده مهم جدا من الفيديوهات، انك تكون بتقدم نوع فيديوهات بتشرح حاجه بمعنى ادق تقعد المشاهد قدام منك. لان انت لو ذاكرت يوتيوب وعرفت اليوتيوب ومميزاته هتعرف ان بقاء المشاهد قدام منك
امر مهم جدا. لذلك تلاقي اغلب اليوتيوبر اللي موجودين دلوقتي يقول لك ايه، هنتكلم عن نقطه واثنين وثلاثه وهتلاقي النقطه المهمه في اخر الفيديو، وده انا بظنه خطا كبير جدا، لان الشخص الاول الفيديو لازم يكون مهم كله من البدايه للنهايه، ده اول هام. تاني هام عصب الفيديو في بدايته، بمعنى ادق المشاهد لو اندهج بمعلومه مهمه كده في اول الفيديو بيسخن معاك وتلاقيه مكمل معاك لحد الاخر. ثالث نقطه بقى ان هو المشاهد لو يعني سايق الذكاء شويه بيمسك المؤشر يحرك يروح لاخر الفيديو ويشوف المعلومه المهمه، يا اما بيخسرك الوقت والمشاهده يا اما المعلومه المهمه بتضيع منه هو كمشاهد، وفي الحالتين انتوا الاثنين خسرانين. فمهم جدا انك تتكلم وتشرح الفيديو من البدايه للنهايه، يكون الفيديو محتواه ومضمونه كويس عشان اليوتيوب يرفعه. وقابلت ناس كتير جدا مهتمين انها تصور الفيديوهات وتعمل فيديوهات محترمه جدا، بس مش شاغل باله بالكلمات المفتاحيه ولا بالوصف الخاص بالفيديو. دول برضو حابب اوجه لهم رساله ان الحاجه دي مهمه جدا في انتشار الفيديو، لازم تتعلم سيو كويس جدا. انا هنا عامل لك بلاي ليست كامله عن كل الحاجات اللي هتساعدك في السيو. يبقى انت كده عرفت المونتاج وعرفت التصوير وعرفت السيو، وحاجه كمان لازم انوه عليها وجهها للناس اللي بتعمل قناه، كل محتواها كتابي دايما يحاولوا ان هم يعني يعدلوا في المحتوى شويه او يعدلوا ان هم يحاولوا ان هم يظهروا. الفتره اللي انا مريت فيها دي وخلال 4 شهور خدت مخالفه في اليوتيوب. في الوقت ده حبيت ان انا استغل ذكائي، انا خدت مخالفه فذكرت المخالفات، فعملت فيديو عن المخالفات اللي على اليوتيوب. تعرفك كل حاجه عن المخالفات، ده كان نوع من انواع ان انا ابعد عن المخالفات واتجنبها، وان انا اخلي كمان صحابي والناس اللي بتشارك معايا الفيديوهات تبعد عن المخالفات. يعني بمعنى ادق انا ماشي في مشوار اليوتيوب ده من ما فيش. بمعنى ازاي؟ يعني انا بتعلم يوتيوب اعلمه للناس، انا بتعلم مونتاج بعلمه للناس، بتعلم اي حاجه بعلمها للناس. انك يبقى عندك الشجاعه وتقعد قدام الكاميرا وتتكلم ده امر كويس جدا وامر مهم جدا، بس انك تكتفي بالشجاعه دي ويفضل محتواك ثابت او في نفس الحيز الضيق او في نفس الركن هتلاقي نفسك ما بتتحركش، واقف في مكان ثابت. الناس اللي بتهبط والناس اللي بتيأس من اليوتيوب بسرعه، اليوتيوب عايز النفس الطويل. يعني انا كنت مدي لنفسي رينج او معدل ان انا هفعل الدخل او هوصل لمرحله ان انا استوفي الشروط، ايا كان الدخل بقى يتفعل امتى، بعد شهر بعد اتنين بعد يوم بعد اتنين، دي حاجه رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس ان انا اوصل للمرحله دي كنت مدي لها رينج 6 شهور، دلوقتي احنا 4.5 انا وصلت لهدفي وده شيء كويس جدا. بس ما ينفعش بقى ان انا اوقف عند ده واشغل الزيطه واسقف لنفسي واقول انا كده وصلت، لا، انا عارف تماما ان دي البدايه، لان انا بامل ان انا اكون حاجه كبيره ان شاء الله في مجال اليوتيوب، وان انا افضل دايما اقدم معلومات كويسه، وان انا دايما اقدم معلومات وشروحات كويسه، واكون قادر ان انا اتكلم مع الناس في اي حاجه درجه او اي حاجه يعني بمعنى ادق رائجه في الوقت الحالي. من الاهم الحاجات اللي هتسهل عليك اليوتيوب جدا، لازم تكون فاهم ان زي ما انت عايز الناس توصل لك وتشوف محتواك وتشوف فيديوهاتك، انت كمان لازم توصل للناس. وده انا شرحته في اكتر من فيديو، ازاي انك تشوف الترند والناس بتدور على ايه وتوصل له. لازم توصل للناس، انت كمبتدئ ما تطالبش من الناس انها توصل لك، لازم انت اللي توصل لهم وانت اللي تقف جنبهم. بمعنى يعني الفيديو الاخير اللي انا عملته اللي بيتكلم عن قناة تايم سبورت وتنزيل القناة، الفيديو عادي جدا وبسيط جدا، وانا عملت فيديوهات كتير جدا شبيهة بيه، بس الفكرة ان الحاجة دي عليها ترند في الوقت الحالي او الناس بتبحث عليها. كل الفكرة انك بتعمل الفيديو الوصف بتاعه بطريقة كويسة والكلمات المفتاحية وتحط له عنوان مناسب، بتلاقي الفيديو يعني كل حاجة بامر الله بيبتدي ان هو يتحرك ويوصلك للهدف اللي انت عايزه والهدف المرجو منه. انك توصل لهدفك امر مهم جدا، ولكن الحفاظ عليه وانك تفضل في نفس المكانة امر اهم. المحتوى اللي بتقدمه لازم يكون محتوى مهم ومحتوى هادف، يعني حاجه ما تشيلش عليها زمن. الفيديو ده كان مجرد شكر مني لكل الناس اللي دعمتني والناس اللي وقفت جنبي. طبعا انا هنا مش هكلمك واقول لك شوف الفيديو ده وشوف الفيديو ده وشوف الفيديو ده. لو انت حابب تبدا على يوتيوب لازم تاخد خطوه وتدوس على طول، مش محتاج ان حد يديك الزقه دي وانا هديها لك يا سيدي. يعني البدايه على اليوتيوب مش محتاجه منك اي حاجه، مجرد هتعمل جيميل وتبدا بدون اي مشاكل. هتقول لي انا عندي محتوى ايه هقدمه، شوف انت تبدا على اليوتيوب ازاي تعلمه قد ما انت اتعلمته. اي حاجه تكون قادر انك تشاركها وتقدمها بطريقه محترمه هتلاقي الناس تحترمك جدا. اسلوبك وطريقتك والتلقائيه اهم حاجه، انك تتكلم مع الناس تلقائيه وتخلي الناس تثق فيك. الصدق، الناس لما بتلاقي واحد بيقدم المعلومه بصدق صدقني بتحبه وبتقف جنبه. وزي ما قلت اكتر من مره، تابع الترند وشوف الاخبار وشوف الناس بتتكلم على ايه، لان المحتوى الرائج هو اساس كل شيء. وبمعنى ادق يعني الحاجات اللي هتحتاجها في البدايه، كاميرا موبايلك، اضاءه كويسه تشتغل، فكره كويسه ابدا عليها، ودايما طول ما انت ماشي يعني بمعنى ادق خلي معاك ورقه وقلم، الحاجه دي هتساعدك جدا في انك تجيب افكار كويسه وافكار محترمه. ازاي؟ يعني انت مثلا شفت فيديو على اليوتيوب بتكلم فقال مثلا الحاجه دي مهمه او نقطه مهمه عجبتك، عجبت انك تعمل فيديو عنها، اعمل فيديو عنها.
ممكن لو انت خالص يعني مش لاقي اي فكره او اي فيديو، ممكن تجيب فيديو اصلا معمول، وتجيب مثلا فيديو مثلا وليكن بيتكلم عن تليفون كذا، عرفت مواصفاته ومميزاته عيوب، انت عرفتها من فيديو. لا ما تكتفيش بكده، ما تاخدش كوبي بيست، لا لازم تكون مطور وذكي جدا. اسمع كمان 5 فيديوهات، ضحي يا سيدي زي ما انت عايز ناس كتير تسمعك، اسمع انت كمان كميه كبيره من الفيديوهات. بعد ما تسمع 5 فيديوهات، جمع شويه معلومات من جوجل، جمع شويه معلومات من اي موقع بيقدم لك معلومات كويسه، بعدها هتلاقي يعني عندك مثلا كميه من الفيديوهات او كميه من المعلومات المهمه جدا اللي بتخص الفيديو، ساعتها هتكون قادر انك تقدم المعلومات دي وتقدمها للناس. طبعا الحاجه دي هتساعدك جدا انك تجمع تعمل اول فيديو، ويعني بمعنى ادق صدقني اول فيديو بيكون اصعب فيديو. انت ركب عملت اول فيديو بدات خلاص بقى عندك حاجه داخل تشوف لها مشاهدات وتقيمها، انما وانت ما عملتش اول فيديو ويبقى الواحد بيخيل اليه ان هو هيعمل فيديو نازل من السماء، بمعنى ادق دايما حاسس ان انا هعمل فيديو تاريخي، فيديو ما نزلش، فيديو 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 فيديو، وما بعملش حاجه خالص. انما لما بحط اول سلمه وابدا اول خطوه بلاقي نفسي بدات، وبدا في ناس تشوفني، في ناس تقول لي ده وحش ابتدي اصلحه، في ناس تقول لي ده مش مظبوط، الحاجات دي كلها. مهم جدا كمان انك تكون متقبل للنقد تماما، يعني بمعنى ادق قبل ما تستنى الكومنت الناس هتدعمك فيه، استنى الكومنت اللي الناس هتقول لك حاجه غلط فيه تصلحها. خليك دايما متقبل للنقد الهادف، الناس اللي بتساعدك، الناس اللي عايزه تقف جنبك وعايزك تطور من محتواك ويكون محتوى يليق بيك. اهتم جدا ان المشاهد اللي قاعد قدام منك يعني ده مش تلفزيون، بمعنى ادق اليوتيوب يختلف تماما عن التلفزيون. ازاي؟ يعني المشاهد قاعد قدام منك ومتواجد دلوقتي هو كل تركيزه ان هو ياخد المعلومات، يكون الفيديو كله دسم، يعني ما تجيش في اول الفيديو وتقول له اشترك في القناه ودعمني وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سمعتوني؟ اكيد سمعتوني طبعا، هتعملوا الكلام ده كله؟ لا، الحاجه دي اصلا انا واحد من الناس باحبط جدا لما الاقي واحد بادئ الفيديو بيه. لا، الفيديو لازم يكون دسم بالمعلومات، تكون المعلومات متوزعه على الفيديو كله، يعني لو انت عندك فيديو فيه 4 معلومات هيدور حواليهم ووزعهم كده بحيث ان المستمتع يسمع معلومه، اول ما يبتدي يفصل منك ويهبط ثاني يسمع معلومه ثانيه يبدا مواصل معاك. الموضوع ده كل ما خدته بذكاء هتلاقي مده المشاهده كويسه جدا وبتزيد معاك جدا. كبدايه لازم تهتم بكل الناس اللي بتطلب منك اي حاجه. انك تساعد حد مش شرط انك تساعده بفيديو، ممكن تساعده انك تحل له مشكلته، تحلها له سواء كان تواصل معاه فيس واتس اي حاجه. وزي ما قلت والثالث مره وفي نفس الفيديو، القناه عندي فيها كميه كبيره جدا من الفيديوهات اللي هتساعدك في البدايه. هتعرفك اليوتيوب، ازاي تحط الكلمات المفتاحيه، هتعرفك المونتاج والتصوير، احسن البرامج، ازاي تعمل الصوره المصغره، كل حاجه انا عملتها في القناه دي عايز تتعلمها وعايز تعرفها هتلاقيها موجوده. ودلوقتي انا حاسس ان الفيديو طول جدا، في النهايه والتاني مره حابب اشكر كل الناس اللي دعمتني وكل الناس اللي وقفت جنبي وكل الناس اللي وثقت فيا. ودايما حابب اقول للمشتركين الموجودين عندي ان القناه دي ما كانش ليها اي قيمه خالص بدونكم، يعني انتوا اساس القناه، الناس اللي بتتابعك والناس اللي بتحبك والناس اللي بتعمل لك لايك. ويعني في البدايه خالص اول ما عملت القناه كان في شخص كده مميز، انا برفع الفيديو قبل الفيديو اصلا، يعني انا مثلا برفعه على ما انتقل من تعديل الفيديو ان انا ابص على الاستوديو منش المحتوى اللي يعمل لايك. الشخص ده انا يعني ما كنتش عارفه شخصيا، بس كنت لما اشوف اللايك ده كنت ببقى سعيد جدا، دايما كان يثق فيا ودايما كان يعمل لايك، واتمنى دايما ان هو يكون موجود معايا. الفيديو ده لازم يكون دافع لكل الناس اللي ناوي تبدا يوتيوب، انها ما تتاخرش، محتاج يكون معايا ناس كتير جدا تبدا معايا، محتاج صحاب كتير جدا، ومحتاج ناس تعرفني، ومحتاج نساعد بعض كلنا ونشارك المحتوى مع بعض ونقدم محتوى محترم. وزي ما قلت هتلاقوا في الوصف بتاع الفيديو ده روابط لقنوات كل الناس المحترمه اللي انا اعرفها. اتمنى من الجميع ان هم يعني يبصوا على قنواتهم ويتطلعوا ان هم يشوفوهم ويشوفوا الحاجات دي كلها، لان الناس دي محترمه جدا والناس بتتعب جدا. ناس شغاله شغل كويس جدا وبتتعب على نفسها وبتحاول تقدم محتوى. دايما كنا متعهدين ان اي حد فينا يوصل لكميه كبيره من المشاهدات او ان هو يقرب انه يوصل لهدفه، ان احنا كلنا نكون ايد واحده وكلنا نكون حاجه واحده، ندعم بعض ونقف جنب بعض، عشان كده احنا كلنا ايد واحده. نقطه اخيره حبيت ان انا اتكلم عنها قبل ما انهي الفيديو، كنت ناسيها ولكني تذكرتها، الحاجات اللي هتضيع وقتك في الفيديو، الحاجات اللي هتضيع وقتك في اليوتيوب. في شويه حاجات كده لما بتكركبها على بعضها بتبوظ منك الشغل كله. ازاي؟ يعني في صفحات على الفيسبوك اسمها تبادل مشتركين، في مثلا تعليقات تدخل يقول لك اشترك في قناتي واشترك في قناتك، في كمان حاجه اسمها تبادل مشاهدات. الحاجه دي يعني ممكن تدمرك حرفيا. ازاي؟ يعني انت ممكن تكون شخص عادي جدا بتنشئ محتوى بتتعب عليه، بس كل الغلطة اللي بتعملها انك بتدخل تكتب في الكومنتات اشترك في قناتي واشترك في قناتك، اشترك في قناتي اشترك في قناتك. مش بس كده، ممكن اي كومنت انت عامله كوبي بيست كده بنسخه بمعنى ادق وتدخله، قالت يوتيوب بتكشف الكومنت ده اللي متكرر بصوره كبيره جدا كسبام.
او بمعنى ادق يعني باللغه العربيه تعليق غير مرغوب فيه. التعليق الغير مرغوب فيه ده بيكون سبب في رفض قناتك اثناء المراجعه. اظن الرساله وصلت. كمان تبادل المشتركين، الناس اللي بتعمل تبادل المشتركين صدقني بتكون كلها حسابات وهميه. ازاي يعني؟ واحد بيعمل 20 حساب وبيشترك من 19 ويتبادل مع واحد ب 19. الحسابات دي اصلا كل هدفها انها تعمل اشتراكات بدون مشاهده، يعني هو اصلا مش بيفتح الحساب ده، مجرد بيسجل بيه بيخش يشترك وخلاص مفضينا. يعني انت ممكن توصل لمرحله ان يكون عندك 2000 سبسكرايبر وتنزل فيديو وتقعد وتربع ايدك انك تستنى كومنت ترد عليه او مشاهده او لايك، حتى تفتح نفسك كده ما تلاقيش اي حاجه. فالتبادل المشتركين ده ملوش اي قيمه، وخصوصا اليوتيوب بيميزه وبيعرفه جدا، بيعرف يعني انت لو دخلت في الاناليتكس وركزت فيها زي ما اتمنيت من الكل ان هو يتابعها ويركز فيها، ممكن اعمل فيديو بعد كده يوضحها بالتوضيح. في حاجه اسمها نسبه المشاهدات من المشتركين ومن غير المشتركين. لما بتكون نسبه المشاهدات من المشتركين قليله، اليوتيوب دايما بيتك عليك اكتر، بيطحنك بمعنى ادق. وده للسبب ان ناس كتير جدا من بتعمل تبادل مشاهدات وتبادل مشتركين بتهبط بسرعه. ليه؟ اليوتيوب شايف ان اصلا يعني الناس اللي مشتركه عنده مش حابه فيديوهاته او مش حابه انها تشوف. ليه؟ ان هو يوري لناس تانية. طيب الناس اللي عندك في القناه حابه فيديوهاتك وحابه طريقتك وحابه اسلوبك وبتعمل لك لايك وشيء، لا اليوتيوب يبتدي يقترحك لناس تانية. كده بقى القناه تبتدي تكبر وتبتدي توصل لهدفها. يبقى مهم جدا انك تكون عارف ان المواصله اهم حاجه، واي حاجه تبادل مشتركين تبادل مشاهدات تبادل اي حاجه من دي ملهاش اي قيمه. المواصله اهم حاجه. انا الفيديو يعني بمعنى ادق الفيديو يعتبر اللي فعل القناه كان الفيديو رقم 113، يعني عامل 113 فيديو في خلال 4 شهور. يبقى اهم حاجه انك تنشئ فيديوهات. اظن كده الرساله وصلت جدا. انشاء الفيديوهات اهم من اي حاجه، لان اليوتيوب غرضه الاساسي الفيديوهات. 113 فيديو في خلال 4 شهور، يعني تقريبا يعتبر والله فيديو كل يوم، لان انا حذفت مجموعه من الفيديوهات اللي كان عليها حقوق رعايه او حقوق يعني كانت هتعمل لي مشاكل. وهنا هنقلك نقطه ثانيه انك تاخد بالك من المخالفات جدا عشان ما تضركش. المخالفات وحقوق الطبع والنشر وارشادات المنتدى، الحاجات دي كلها انا شارحها، هتلاقي برضو لها فيديو عشان تبعد عنها. وخصوصا في الفترة الأخيرة الفيديوهات اللي فيها كراكات، أنا كنت منزل فيديوهات تفعيل فوتوشوب وتفعيل مش عارف سوني فيجاس وتمتازي الحاجات دي كلها، لما لقيت إن الحاجة دي ممكن تعمل لي مخالفات أنا شلتها. وطبعا حاسب الفيديوهات بكل طريقة برضو عشان ما تخسرش مشاهداتها. يعني لو عندك فيديو اتحرق معنى دك وعايز تحذفه هتلاقي برضو طريقة لحاجة زي كده. في النهاية حابب ان انا ما اكونش طولت عليكم، وان انا اكون ساعدتكم وعرفتكم يعني بعض ملامح النجاح على اليوتيوب. وحابب ابارك للناس اللي فرحت معايا والناس اللي يعني فرحانه بوصولي. احنا خلاص على وشك ال 3000 مشترك، بس مش عايزين نوقف عند حاجه زي كده، عايزين نوصل 1,000,000. سعيد جدا بتواجدي معاكم. كان معاكم محمد عليهم.